بجرحك الهدام تحطم من الأشرار بجرحك الهدام على الهدى يا أبا جعفر على الهدى يا أبا جعفر تحطم من الأشرار بجرحك الهدام تحطم من الأشرار على الهدى على الهدى يا أبا جعفر وروحه فاضت وخلف الأبناء وضيعة الأمة بدا رأى الوجه يشرق في لحظات وبدد الظلمة واستعبر الأبناء وأجهش بالنار كل بقى يسمى وروحه فاضت وخلف الأبناء وضيعة الأمة عشت أبا جعفر يا أيها الباقر يا ابن النبي الأكرم على الهدى يا أبا جعفر على الهدى يا أبا جعفر تحطم الأشرار بجرحك الهدى تحطم الأشرار بجرحك الهدى على الهدى يا أبا جعفر على الهدى يا أبا جعفر تحطم الأشرار بجرحك الهدى تحطم الأشرار بجرحك على الهدى على الهدى يا أبا جعفر.